سامع هنا انزو بيقولوا مين اللي عم بيكون تبقى فورمولا 1 اكيد بيير غاسلي عم بيحاول يرجع لفيراري يسجل فوز شارل ليكلير والفيراري على موعد جديد مع الفوز والانتصارات تصفيق حار يستحق هذا السائق اذا ما سجل فوزه الثاني من اصل ثلاث جوائز لهذا العام فريق فيراري جلبوا ديفيوزر قاموا عليه فقط بالتجربة هذا الديفيوزر هو لإيمولا قاموا بتجربته بالتجارب على ساينز على يخلي الفارق دائما بينه وبين ماكس فيرستابن بكل أريحية وهو أيضا بطل جائزة أستراليا شارل كلير بطل يستحق الفوز في السباق 36 في استراليا في بطولة العالم للفورمولا 1 السباق 25 على التأدية الخالصة اللطيفة الخالية من الأخطاء سباق ذكي سباق محكم عرف كيف يدير سباق وشارك كثير انتقال يبدو أن أتى إلى فريق فيراري شارك كثير هذا الفريق يصب حوالي مثل مايكل شوماخر لما وصل الى هذا الفريق قبل هذا الموسم وسع صدارته والفوز رقم 240 لفيراري على ساحه الفورمولا 1